من جديد مع الأغنية الجزائرية، والآن نروح باش نستمتعوا مع أغنية للفنانة مليكة مداح، واللي رايحة تأديها الليلة تلميذة خرجت من مسابقة الحان وشباب. إنها آية اللي برايم بعد برايم دائما تفاجئ لجنة التحكيم بقدراتها الصوتية وبصوتها الحنين. آية الليلة رايحة تقدمنا أغنية للفنانة، أغنية من كلمات مصطفى زعيم ومن ألحان الحاج كريم الهواري، فمن فضلكم لنستمع ولنستمتع مع آية وأغنية وهران. نبغيك يا وهران.
كانت وهرا لأدتها الفنانة سامية بن نبي. تفضل معي يا أستاذ، تفضل. تحية خاصة ملكة مداح. نعم. وينك يا ملكة؟ وتحية للمطربة جهيدة اللي فكرتني فيها، لأن الصوت صح يشبه الجهيدة حقيقة. تحية جهيدة اللي راكي تشوفي فينا، تحية شامخة على جهيدة، شامخة على جهيدة. وآية نعم، حتى في الشكل، حتى في الشكل. صح حقيقة. آية أبدعتي اليوم، الحنانة واللطافة والبراءة، والبراءة زغريت عليها على آية. يعطيك الصحة بنتي، يعطيك الصحة بنتي. واصلي واصلي، وأغانيكم إن شاء الله موجودة اليوم. أغنية لعبد المنجد إن شاء الله في البرايم الجاي، ولا في النهائي إن شاء الله. أغنية خماسية إن شاء الله لحنها أستاذنا ووليدنا الأستاذ فريد ومار، راني نستنى فيه. أوفي بوعدك وجدها لنا إن شاء الله للنهاية إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ. وبالمناسبة اسمحي لي بنتي، عندي بنتي واحدة أخرى هنايا. الله يسلمك. السيدة نادية طلبت مني في البرايم الأول باش نكتب لها أغنية. راك نسيتني الحج. واش من أغنية؟ واش قلتي لي اكتب لي؟ قلتي لي راهم عارضيني في قسنطينة. نعم. ها؟ قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. أغنية. نعم إن شاء الله إن شاء الله. قعدي معنا آية. منك الحاجة. الأغنية راهي واجدة. اكسكلوزيفيتي راهي. والله ما عندها أخبار، والله ما عندها أخبار. والله ما عندها أخبار. شكرا والله ما على بالي. لا لا لا. نقرأ لكم منها مش شوية. تفضل. نقرأ لكم شوية منها. اسمعوا لي. نبدأ ذا القول بالحنانة. كتبتها لك شعبية ولا عروبية ولا حوزية كما حبيتي. معليش وبعد نشوفوا. نبدأ ذا القول بالحنانة وكلامي بيه نمدحك يا عز البلدان، صوتي مثل النو طايرن. هي صوتي مثل نطاير في صدر العالية بنغمة حنينة، نحمد ربي اللي أعطانا زينك وبهاك يا حمامة، فوق الكيفان وبطالك يا زينة المدن، زادوك العز والشنايق سمطينا. الله عليك أستاذ. بيد واحدة. أنت أرض العز والشنا، أرض التاريخ صار اسمك في كل لسان، علوم وثقافة وفن محل السهرات في قصور المدينة، ونغام المالوف بالغنى، ومع الكمان جاف حل ورباب وعيدان، وانا فيها كيم الحسن. هي وانا فيها كيم الحسن، نهدي فني لكل ناس قسنطينة. يعطيك الصحة يا حاج. تحياتنا. ربي يطول في عمرك. شكرا لناس قسنطينة. شكرا لك أستاذ. يعطيك الصحة والله يطول في عمرك يا شيخ. ان شاء الله نسمعوا لهذه الاغنيه فنانتنا. مفاجاه مفاجاه والله. مفاجاه رائعه والله. ما على بالها. شكرا والله. نعم. شكرا لك استاذ، وشكرا لكم اللي خليتونا نعيش معاكم هذه اللحظات، وتحيه للقصيده لانها رائعه. شكرا استاذ. وتحيه لايه، من فضلكم تحيه لايه اللي قدمت لنا اغنيه وهرا.